لسه مكملين معاكم فقراتنا في نهارك سعيد، ووصلنا معاكم الفقره اللي دايما بنتكلم فيها عن كتاب جديد. الفتره اللي فاتت، السنين اللي فاتوا، 5 سنين يمكن اللي فاتوا، بنسمع ان معدل الجريمه في مصر زاد يعني بشكل كبير جدا. كل التقارير العالميه اكدت المعدل ده في تزايد مستمر، يعني كل شهر ما تيجي تتابع كده معدل الجريمه تلاقيه بيتضاعف ويتضاعف. سلاح منتشر، انفلات امني، اشكال الجريمه عموما اختلفت في الفتره اللي فاتت، يعني بقى في خلط كده ما بين الجاني والمجني عليه، بقى عندنا مشاكل كبيره جدا. النهارده هنتكلم على كتاب اسمه الجريمه للكاتبه استاذه ماجده ابراهيم، ده رابع كتاب ليها بعد كتاب براءه انثى، فتاه ليل، وطعم الحريه، وكلها كانت كتابات ناجحه، لكن خصوصا النوع ده من الكتابات، كتابات الجريمه، بيبقى صعب جدا وبيبقى محتاج مصادر كتيره جدا. فعايزين نتكلم عن الكتاب ده بالتفصيل، بيتكلم عن ايه وعن اشكال الجريمه في الفتره اللي فاتت اختلف ازاي. استاذه ماجده ابراهيم الكاتبه ونائب رئيس تحرير جريده اليوم السابع منورانا النهارده، صباح الخير. اهلا اهلا بيكي. خلينا نتكلم عن فكره الكتاب، ايه اللي خلاكي اصلا من يعني من انواع مختلفه تماما من الكتابات تختاري الجريمه؟ اسم الكتاب ولا ان انا اكتب في النوع. في الجريمه نوع في نوع الجريمه؟ بصي، هو الحقيقه في مصر او يمكن في الشرق ادب الجريمه مش واخد حقه، او بمعنى اخر يعني ما عندناش كتب متخصصه شويه في الجريمه، يعني ما نلاقيش كاتب مثلا عربي كبير زي اكاثا كريستي، زي هيتشكوك، زي يعني كتابات كتيره في الجريمه في الغرب، لكن في مصر او في على مستوى الشرق الاوسط الكتابه في ادب الجريمه قليله. رغم هي كلها في الكتاب ولا الاقبال عليها مش زي الاقبال؟ لا الاقبال في القرايه عالي جدا طبعا. يعني احنا كلنا مين يعني اول حاجه بتفتحيها ايه في الجورنان؟ هي صفحه الحوادث، يعني دي حاجه، يا صفحه الحوادث يا صفحه الرياضه. يعني نوع من يعني رغم انه يعني نوع من التفريغ يمكن، او انت عايزه تشوفي ايه اللي حاصل في الدنيا، او ممكن تبقي شايفه مثلا نبض المجتمع من خلال صفحه الجريمه. يعني ربما كنا بنحس بالامان في فترات كتيره سابقه. انا مش عايزه طبعا اكون يعني بدعو للتشاؤم او اكون متشائمه، ولكن هي الحقيقه نمط الجريمه وطريقه يعني الاقدام عليها او تنفيذها بقى في اكثر جراه، يمكن اكثر عنف، يمكن بقى واقع يشيله ما ينفعش. ما بقاش في يعني كنا الاول يمكن لما بنشوف مثلا اب بيقتل ابنه او ام بتقتل ابنها كنا بنشوفها حاجه نادره. دلوقتي الموضوع بقى يعني عادي، يعني ان انا مثلا الاقي واحده قررت ان هي تقتل ابنها عشان ضايقها علشان هي كانت مع عاشقها، او انه الام والمثلا البنت قتلوا باباها علشان مش يعني الحاجات دي اصبحت مستوى العنف اعلى، مستوى التفنن في الجريمه وازاي تقدري تتقني الجريمه اعلى برضه. واخترتي النوع ده وقررتي ان الكتاب هيكون بالظبط، لان انا طول عمري انا يعني هو طبعا الكتاب ده فيه حوالي 65 جريمه، بس انا قسمتهم لنصين يعني او فصلين. الفصل الاول الجاني والمجني عليه، والفصل الثاني الصول فتح. سبب التقسيمه انه الفصل الاولاني مكتوب بطريقه والفصل الثاني مكتوب بطريقه ثانيه. الاولاني اللي هو الجاني والمجني عليه كنت شايفة أنه أحياناً أنت لما تيجي تقري مثلاً حادثة، واحد مثلاً اضطر أنه هو يقتل واحد صاحبه، ربما أنت شايفاها يعني حاجة قاسية وحاجة صعبة، لكن ما وراء عملية القتل هو ده اللي احنا يمكن احنا ما بنشوفوش كقراء أو كناس معشوش الجريمة. انا كنت شايفه انه ربما تكون في اسرار او في يعني سيناريو تاني خالص مختلف، انا ممكن مثلا ابقى ساعتها متضامنه مع القاتل. يعني ممكن يعني باعتبار ان انا كنت مثلا يعني احيانا بيكون القاتل ده المجني عليه زي ما يعني في دوافع قويه. على فكره الجرائم اللي موجوده دي كلها من الواقع، لكن الاحداث اللي فيها مش شرط تبقى واقعيه.
يعني السيناريو اللي مكتوب فيها او الدراما اللي موجوده فيها قد تقترب وقد تبتعد، يعني على حسب يعني تقمصي للحدث او تقمصي للجاني او للمجني عليه، يعني الموضوع مختلف. الجزء الاول كنا واخدين الوجهتين نظر، بنتكلم من وجهه نظر الجاني ومن وجهه نظر المجني عليه. الجاني واحيانا صعوبه عليكي برضو من ناحيه ايه؟ يعني ان التفكير من الناحيتين. لا هو انا مثلا سي انا هاخد قصه انا فيها المره دي انا القاتل، فهفضل اكثف احساسي انا ليه قتلت وايه هي الجو العام او المناخ العام لعمليه القتل، وايه هي دوافعي، والقاتل اللي انا قتلته او المجني عليه انا شايفه كقاتل وككاتب قصه شايفة ان هو يستحق القتل. يعني في قصة من القصص بنت بتقتل مامتها واتنشرت في الجرايد. الحقيقة البنت كانت في تحقيقات او اتكتب، طبعا ما كنتش عارفة تفاصيلها، اتكتب ان البنت مش ندمانة. انا تخيلت بقى انه فعلا البنت مش ندمانة، انا كنت عايشة دور البنت. هو ايه اللي ممكن يوصل البنت ان هي تقتل مامتها؟ اكيد في اسباب قويه جدا ان هي تخليها تعمل هذا الفعل. فالام بقى كانت انسانه قاسيه، كانت عمرها ما حست، يعني البنت عمرها ما حست بامهم، يعني بان دي مامتها، كانت طول الوقت بتخنقها. بس برضو يعني احنا لو حد بيتابع قصه جريمه زي دي، ودي جريمه، دي مصيبه، جريمه بشعه طبعا، مش جريمه، يعني مش هيبقى عايز يشوف اعذار، حتى لو لا. هو بصي انت وانت بتقري هنا اسباب، انت مش بتقري حاجه، يعني بصي هو بس يحصل لبس انت في الروايه او في القصه. بتعيشي مع القصه، وبتبقي عارفه انه ربما يكون فيها جزء خيال او اكيد فيها جزء خيال. اما لما بتقري الحادثه في الجورنال فانت بتبقي عارفه انه ده واقع، فاوريدي خلاص ده واقع هصدقه. لكن في القصه بتبقي عايزه ايه، يعني عارفه خيالك يشطح شويه، عايزه تعيشي مع القصه، مع الاحداث. طب اكتر قصه اتاثرت بيها ايه في الفصل الاول؟ اكتر قصه يمكن اول قصه مكتوبه، ويمكن انا اخترتها لانها كانت قصه قويه قوي، هي اسمها ريبيكا جليسه الاطفال. ريبيكا دي كانت واحده نيجيريه. انت عارفه ان احنا دلوقتي في، مش بس في الخليج، دول الخليج اصبحوا المصريين دلوقتي طبقه معينه بتستعين بالمربيات والبي بي سيتر الاجانب، خاصه النيجيريين والاندونيسيين. فالست دي كانت بتعمل حاجه فظيعه جدا، كانت الام بتسيب ابنها معاه، مع الست دي كان سنه 3 سنين او 4 سنين. فالولد يعني بتيجي الام تلاقيه خايف قلقان مرتبك، الولد مش طبيعي. وكان طول الوقت يعني عايز مامته تفضل معاه، بس الست مش عارفه، هي عندها شغل وعندها حاجات ثانيه مهتمه بيها. المهم هي قررت انها تراقب جليسه الاطفال دي، اكتشفت ان الست يعني هي بتعمل حاجه بشعه جدا، كانت تقريبا بتعذب الولد، يعني كانت يعني معلش التفاصيل صعبه شويه، كانت بتحط له دود في انفه، وكان الموضوع ده بتحطه وتشيله، يعني لانه طبعا عايز اقول لك انه لو وصل مثلا، طبعا انا لما جيت اكتب القصه كان لازم اعرف هو لو حصل حاجه زي كده التاثير الطبي ايه، لان عشان انا هكتب حاجه انا برضو مش عارفاه. فقالك انه لو وصلت، يعني لو وصلت المخ ممكن تموت الولد. طبعا دي بالنسبه اكتر قصه للفصل الاولاني، اللي هو طبعا جريمه اللي بيبقى فيها اطفال غالبا هي فعلا اللي طبعا بتخض، يعني احنا حتى واحنا بنتكلم دلوقتي اتفعلنا واتضايقنا. طبعا الفصل الثاني، بيحكي عن ايه؟ ده الصول فتحي، ده انا قلت يعني كان، يعني عارفه انت لما تبقي عايزه تعملي حاجه تكنيك اخر في كتابه الجريمه، انا لقيت انه هختار شخصيتين، هو وكيل النيابه والصول فتحي، ده اللي هو بيقعد يكتب المحضر مع وكيل النيابه. وخليت ان وكيل النيابه يتفاعل مع اوراق القضايا بتاعته، يعني بيقرا القضيه، بنقرا احنا القضيه كقراء من خلال ورق القضيه اللي بيكتبها، من خلال اللي بيجي المتهم اللي قدامه ويبتدي يكتب معاه القضيه، من خلال صول فتحي، لان مثلا صول فتحي يمكن اكثر احتكاكا بالمجرمين، فبيجي مثلا يحكي له على حاجه، ده فلان الفلان ده عمل كذا، ده عمل
ايوه. فخليت يعني الصول فتحي وارتباطه بوكيل النيابه وقد ايه كان في بينهم يعني حاله انسانيه جميله جدا، وكانوا بيتاثروا بشكل يعني بيتاثروا زي بعض وبيأثروا في بعض. يعني ممكن تلاقي مثلا ان وكيل النيابه مش عارف يشتغل والصول فتحي مش موجود، او ولذلك في قصه اللي هي اسمها احتراق، دي خاصه بالصول فتحي، هي بنته الجايه الجريمه انه بنته حرقت نفسها. فهو كان وكيل النيابه جاي بيوصل المكتب فبيسال عليه، فبيقول له ده هو قرر ان هو ياخد اجازه ومش هيرجع، مش هي يعني ياخد اجازه وبعدين هيساوي معاش وهيطلع على المعاش. فبيسال طب هو ليه ومش ليه وكده، فقالوا له اصل بنته ماتت. فهو كان بيحكي له بقى في الذاكره انه بنته دي بيحبها قد ايه، وان هي عروسه جديده وان بتحب جوزها جدا، فبيبتدي بقى يشوف ايه يبحث او يدور في اوراق القضيه ويشوف ايه اللي حصل، يعني ايه اللي خلى فجاه اتجاب له الورق انه البنت حرقت نفسها. فهو يعني هو كوكيل نيابه هو مش مصدق، لان هو بيقول انه كانت بتحب جوزها جدا وكانت عايشه حياه سعيده، وبنكتشف في الاخر ان جوزها ده مريض نفسي وهو اللي حرق او ولع فيه. طيب دايما بيقولوا القصص الجريمة دي بتحتاج مصادر كتير جدا، اعتمدتي على ايه؟ ايه الانواع المصادر اللي اعتمدتي؟ بصي، هو المصادر طبعا جزء منها كبير في الجرايد، الجرايد واللي بتتاثري بيه، لان انا لما كنت مثلا اقعد اقرا الجورنان، اقرا مثلا جريمه من الجرايم، مش باخد الجريمه اللي هي البسيطه او المتكرره، لا انا بختار الحاجه اللي هي تبقى صعبه قوي وانت تبقي شايفاها ممكن تاثر فيكي وتاثر فيا وتتعلم، لانه اكيد اللي بيكتب ادب عايز حاجه تؤثر في القارئ، يعني لازم يترك بصمه، وكمان نوع من الوعي او انك توصلي مسج معينه انه يا جماعه لا، يعني ربما تكون هذه الادوات او هذه الافعال تؤدي في الاخر الى جريمه، يعني خلوا بالكم، يعني لو في مثلا ام بتعامل بنتها وحش او ام بتضغط على بنتها في اتجاه معين، اب مثلا بيعنف اطفاله، يعني ده كله لا خدوا بالكم انه ممكن في يوم من الايام تلاقي نفسك وجها لوجه قصاد ابنك، او وجها لوجه قصاد صديقك، او وجها لوجه قصاد رئيسك في العمل. فانت خد بالك انه كل هذه الافعال او الاساسيات في يعني في ردود الفعل ممكن تؤدي الى جريمه، لانه الجريمه بتحصل احيانا في ثانيه، يعني مش شرط يبقى كل اللي بيعمل جريمه متحضر لها، يعني متحضر لها بالظبط. يعني اكتر من 60 قصه الموجوده في الكتاب ومصادر كتير، واكيد يعني طلعتي على طبعا، يعني وبعدين جزء يعني منه انه اكتر، يعني انت لما مسيجي تكتبي على جريمه مثلا محبوك قوي، يعني واحد مثلا موت حد بالسم او موت حد بماده معينه، لا ما انا لازم ارجع لناس مثلا في الطب الشرعي، ارجع لناس دكاتره عشان ابقى فاهمه ايه تاثير ده كل الابعاد يعني. بالظبط. طب بالزبط. يعني شايفه ليه من وجهه نظرك الفتره اللي فاتت والسنين الخمسه اللي فاتوا دول معدل الجريمه زاد بالشكل ده؟ والله لانه في قيم كتيره اتغيرت في المجتمع، يعني ما بقاش في حته المثل الاعلى، يعني احنا طول عمرنا دايما يبقى يعني اتربينا على انه يبقى في هدف ليكي، يبقى ليكي مثل اعلى، سواء كان في البيت او سواء كان في المدرسه او سواء كان على مستوى العمل او سواء كان على مستوى الحياه، يعني انت ممكن يبقى مثلك الاعلى مثلا ممثل، ممكن يبقى مثلك اعلى لاعب كوره، يعني هي يعني ممكن تبقي شايفه مثلا انه حد اديب هو مثلك الاعلى، فالمثل الاعلى متغير. دلوقتي ما بقاش في مثل اعلى، ما بقاش في الاحترام يعني الكبير، يعني احنا دلوقتي لما بنمشي في الشارع لما يعني ما بقاش الناس تغيرت، يعني تغيرت نظرا لمستوى العنف، تغيرت التربيه، طبعاً تغيرت اكيد. مش عارفه يعني مش عايزه اقول ان الثوره السبب، لانه اكيد الثوره يوم ما قامت وكلنا كنا يعني
بنرحب بيها، سواء كان على فكره حتى لو الناس اللي ما نزلتش او اللي احنا بنسميهم حزب الكنبه ما نزلوش، لكن في بيوتهم كانوا قلبهم مع الناس اللي موجوده في الميدان. لكن يمكن واحنا ما بنقول الثوره، احنا بنتكلم على الانفلات الامني اللي كلنا شفناه بالزبط. يعني في لانه الفترة، يعني ربما مش نتيجه الثوره نفسها طبعا. لا يعني انا عايز اقول لك ربما يكون انه يعني القواعد او القيم حصل لها تفريغ شويه، حصل لها ما بقيناش نهتم ان احنا نطبقها. وده بدءا على فكره من العسكري، عسكري المرور اللي ممكن يلاقي عربيه بتمشي غلط ويسكت، بدءا من اللي تلاقي مثلا حد بيرمي حاجه في الشارع ويعني ويسكت، يخرب في اي حاجه ويسكت. يعني اللامبالاه في رد الفعل على الحاجات السيئه ده جزء تراكمي، يعني بتتراكم لحتى يحدث العنف بقى. يعني لو واحد مثلا دلوقتي ممكن تلاقي مثلا اتخانقتي مع واحد طالع يتخانق مع سواق ميكروباص او حاجه، دلوقتي يقول لا انت انسى انك انت تتخانق مع هذه الشريحه، لان هتبقى النهايه هيطلع لك مسدس او هيقتلك. يعني دي بقت طبعا حوادث كثيره جدا وبقت ظاهره، وتلاقيهم قفلوا الشارع. او فكره انتشار السلاح دي خلاص بقت طبعا يعني انتشار، وانتشار المخدرات. المخدرات طبعا يعني دلوقتي الترامادول والحشيش والحاجات دي بقت يعني مش عايزه اقول انها بقت ربما تتباع في اكشاك سجاير. يعني الموضوع ما بقاش الجرائم اللي بنشوفها نتيجه المخدرات وتعاطي المخدرات طبعًا بتبقى كتيرة اسوأ بكتير جدا من الفعل. يعني انا بشكرك جدا وببارك لك على الكتاب، ويعني مبروك ان شاء الله يكون عندنا لقاء تاني يكون في كتاب جديد ان شاء الله. الف مبروك. كاتبه استاذه ماجده ابراهيم، نائب رئيس تحرير جريده اليوم السابع، كانت منورانا النهارده. بشكرك مره تانية، وبشكر كل المشاهدين اللي تابعونا النهارده على مدار ساعتين في نهارك سعيد. بكره ان شاء الله هنكون معاكم، يوم جديد وفريق عمل جديد، ونهاركم سعيد.